بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات تدريبية خاصة بالأيزو ستاندرز، مواصفات الأيزو. هنستكمل مع بعض إن شاء الله أيزو 45001 ل 2018 Occupational and Safety Management System، نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. اتكلمنا المرة اللي فاتت، أخذنا introduction على الستاندرز واتكلمنا على السكوب بتاع المواصفة واتكلمنا على التعريفات الخاصة بالمواصفة، وبعد كده أخذنا أول requirements هنتحاسب عليها اللي هي كلوز 4 context of the organization أو سياق المؤسسة، وكان فيها أربع نقط أو أربع sub clauses أساسية اللي هو understanding the organization and its context، فهم المؤسسة وسياقها، ودي اللي بنعرف فيها ال internal وال external issues، وبنستخدم فيها تول زي سوات وبيستل. والحاجة التانية اللي 4-2 اللي هي understanding the needs and expectations of the interested parties including workers، واتكلمنا عليها وشرحناها بالتفصيل. وبعد كده اتكلمنا على السكوب occupational and safety scope اللي هو المجال اللي انت هتطبق عليه المواصفة او الـ occupational and safety management system بتاعك بتاع شركتك. واخر حاجة اتكلمنا على Occupational Health and Safety Management System. النهاردة هناخد بند خمسة اللي هو Leadership and Worker Participation. طبعا بند خمسة اللي هو Leadership من البنود المهمة اللي هي بتمثل العمود الفقري بتاع المنظومة. هنتكلم فيه على أربع نقط أساسية. هنتكلم على 5-1 leadership والcommitment، 5-2 البوليسي، 5-3 responsibilities والauthorities، و5-4 consultation and participation of workers. أول حاجة leadership and commitment. التوب مانجمنت في الشركات بشكل عام بقى ليها دور مهم جدا. المواصفة قالت إن هو لازم يظهر قيادته والتزامه للريكوايرمنتس بتاعت المانجمنت سيستم. طب ايه العلامات او المظاهر اللي بتقول لنا ان التوب مانجمنت هو كوميتد للاوكيبيشنال سيفتي؟ طبعا هنبص لها بمنظورين. منظور انت لو بتنشئ النظام عندك في الشركه فانت عارف هتطالب التوب مانجمنت بايه وايه الحاجات اللي تحتاج تبقى موجوده عندك جوه النظام. ومن منظور تاني انت لو بتبص لها من منظور الاوديتور فانت عارف ايه الحاجات المفروض بتسال عليها وتبص عليها. خلاص. فلو هناخد اول نقطه ان التوب مانجمنت مسؤوله وبتاخد الريسبونسابيلتي والاكاونتبيلتي. لفظ الاكاونتبيليتي ده جديد في المواصفات وهي المساءله. خلاص. يبقى التوب مانجمنت بياخد الاوفر اول الريسبونسابيلتي والاكاونتبيليتي، بياخد واخد المسؤوليه الشامله او الكامله على ايه؟ على ان هو يمنع اي اصابات عمل، يبقى فور ذا بريفنشن اوف ورك ريليتد انجريز اند ايل هيلث. خلاص. يبقى اي اصابات عمل او اي اصابات إصابات تؤثر على صحة الإنسان، مش شرط إصابات مباشرة، إصابات نتيجة سوء تعرض العامل للإشعاع مثلا، بيجيله سرطان، بيجيله تحجر في الرئة، بيجي أنت مش موفر له ماسكات أو كده مثلا بعد 5-6 سنين شغل. يعني إنجريز اللي هو الإصابة اللي حصلت ساعتها، اتعور، الصباع اتفتح، صباع اتقطع، مش عارف ايه، حاجة وقعت على رجليه، رجليه اتكسرت، ده الانجريز. الايل هيلث اللي هو تعرضه لحالات تأثر صحته الذهنية او النفسية او العقلية نتيجة ظروف العمل الغير مناسبة. خلاص. وان هو مسؤول ان هو بيوفر بيئة عمل آمنة، safe and healthy work places and activities. دايما من الحاجات الاخطاء اللي الناس بتقع فيها انها بتركز على السيفتي وبتنسى الهيلثي. خلاص. زي ما قلنا السيفتي اللي هي تمنع الانجريز، الهيلثي ان تحافظ على صحته. ما ينفعش راجل يجي يشتغل عندك شاب عنده 20 22 سنه زي الفل، بعد 10 سنين يبقى نظره ضعف وجاله غضاريف في رقبته ولا ديسك وجاله مش عارف ايه وجاله ايه وصدره تعب وكل الكلام ده نتيجه انت
مش موفر له بيئة عمل صحية يقدر يشتغل فيها بشكل عام. فدايما نركز يا جماعة، الشباب الأول مرة يسمعوا مواصفة السلامة والصحة المهنية، احنا بنتكلم على حاجتين: health and safety. خلاص، يبقى سلامة الإنسان متعورش الإصابات، وفي نفس الوقت الهيلث اللي هو حالته الصحية، إن هو ميحصلش صحته ما تتأثرش بظروف العمل. يبقى دي أول حاجة، هو عنده responsibility و accountability على الكلام ده كله، مسؤول إن هو يوفر بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين. الحاجة التانية إن هو لازم يتأكد إن البوليسي وال related objectives زي ما هنتكلم دلوقتي عليهم بعد كده، إن هما establish يعني اتحطوا وكومباتبل مع الاستراتيجيك دايركشن اوف ذا اورجانيزيشن. وده اكسبريشن جديد ناس بتنساه. يعني ما ينفعش انا اجي عندك في السيستم واقول لك ايه الاستراتيجيك دايركشن، تقول لي ها. لا، ما ينفعش تقول لي ها، لازم يبقى عندك استراتيجيك دايركشن اوف ذا اورجانيزيشن. الاستراتيجيك ده بتاع البيزنس، لازم يبقى واضح. وبنحلل السلامه والصحه المهنيه نتيجة التوسعات اللي هتتعمل، خطوط الإنتاج اللي هتنشأ، مش عارف إيه الكلام ده كله، بنشوف تأثير ده على الهيلث أند سيفتي بتاعة العاملين. خلاص، يبقى البوليسي والأوبجيكتيفز لازم تبقى ماتش مع الاستراتيجيك دايركشنز بتاعة الأورجانيزيشن. طيب، هنخش على النقطة اللي بعديها اللي هو نقطة مهمة جدا: ensuring the integration of the occupational and safety requirements to the organization's business processes. ودي نقطة تالتة مهمة جدا تضاف على النقطتين الأولانيين. يعني إيه يا جماعة؟ يعني إن المقصود organization business processes اللي هي البروسيسز اللي بيها أنشئت الشركة. يعني انا ما بنشئش شركة عشان احافظ على السلامة والصحة المهنية، انا بنشئ شركة عشان اكسب فلوس، عشان انتج، سواء مصنع او شركة مقاولات او شركة نقل شحن، شركة تخزين. انا ما بنشئش المؤسسة دي عشان هيلث اند سيفتي، لا، انا بنشئ المؤسسة دي عشان تكسب وتجيب فلوس واشغل الناس واشغل الناس اكتر واحقق ربحية، هو ده البيزنس بتاعي. خلاص، يبقى ما ينفعش انا لما اجي ابني النظام ابنيه بطريقه تعيق العمل، اماشي انسان زي رائد الفضاء واديله بقى بي بي ايز ومش مش عارف يشتغل اصلا، او البسه جوانتيات مش ماشي مع طبيعه العمل. يبقى انا وانا بنشئ نظام السلامه والصحه المهنيه لازم انتجريتد جوه البيزنس اورجانيزيشن بيزنس بروسيسز، بحيث تسبورت البيزنس وفي نفس الوقت تحافظ على صحه وسلامه العاملين جوه الشركه عندي. النقطة الرابعة اللي هي resources، ان هو لازم بيتأكد ان resources المطلوبة لإنشاء وتطبيق والمحافظة وتطوير النظام لازم تبقى متوفرة. خلاص، يبقى نستابلش محتاج resources تنشئ النظام، implement محتاج resources موارد عشان تطبق، maintain ان انت تحافظ على الأداء بتاع النظام بشكل مستقر، and improve الكوميشنز اند سيفتي مانجمنت سيستم اللي هو تحسين نظام السلامه والصحه المهنيه. يبقى توفير الريسورسز اللي انا محتاجها لكل الحاجات دي كلها. طيب، النقطه الخامسه: communicating the importance of the effective management system. طبعا دي يا جماعه مهمه جدا. ليه؟ لان لو الاداره العليا مش مقتنعه ومش بتظهر للعاملين اهتمام بالسلامه والصحه المهنيه، محدش هيهتم. خلاص، يبقى لازم تتواصل مع العاملين وتركز عليهم. في شركات ما بتيجي اي ميتنج غير بسيفتي توك، 5 دقايق يكلم الناس على السلامة والصحة المهنية، بيكلم الناس على الكلام ده كله، على أهمية السيفتي بيركز. لازم الإدارة العليا تظهر وتتواصل مع جميع العاملين في الشركة والانترستد بارتيز، تظهر أهمية السلامة والصحة المهنية وإيمانها بكفاءة تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية. بعد كده النقطة السادسة ان هو يتأكد ان الـ occupational safety بيحقق الـ intended outcome بتاعه. بمعنى ان انا حاطط objectives ان انا الناس تبقى صحتها كويسة، بعمل كشف طبي على الناس كل 3 سنين او كل سنة، اتأكد ان الناس مفيش اي امراض عندهم نتيجة المهنة، ان مفيش حالة وفيات لا قدر الله، مفيش عجز كلي او عجز جزئي وهكذا.
خلاص، يبقى كل الاهداف اللي انشئ النظام من اجله خلاص انا ببقى حريص ان انا النظام في الاخر يحقق اخر السنه الهدف من انشائه. النقطه اللي بعد كده ان هو directing and supporting persons، خلاص ان هو بي 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 زي ما هو بي كوتشنج، بيوجه وبيدعم جميع الافراد جوه الشركه، يساعدهم ان هم يطبقوا نظام السلامه الصحي المهنيه بفاعليه ويقوموا بدورهم على اكمل وجه. الحاجه اللي بعد كده اللي هو التحسين المستمر، اللي هو لازم يتاكد ويشجع عمليه التحسين المستمر، اللي هي الكونسبت بتاع او مفهوم بلان دو تشيك اكت، خطط نفذ قيم تفاعل واعمل اكشن وخلاص، خص بلان دو تشيك اكت. supporting the other relevant management rules، خلاص اي activity واي ادوار المديرين في جميع الشركات محتاجين يقوموا بيها، هو المفروض بيدعم الكلام ده كله لكل ما هو له علاقه بالسلامه والصحه المهنيه. بعد كده ان هو بيبتدي يفعل ويطور ويشجع انشاء الكالتشر اوف هيلث اند سيفتي، او ثقافه السلامه والصحه المهنيه، يبقى الناس عندها وعي وثقافه، مش محتاجين حد يمشي ورا كل واحد يقول له فين البي بي ايز بتاعتك، فين كذا فين كذا، لا بقى في ثقافه ووعي جوه المؤسسه، ان هو بيحمي العاملين من الانتقام لما يبلغوا عن اي مشاكل او اي حوادث او اي فرص او اي مخاطر موجودة تمس السلامة والصحة المهنية. ان عملية الكونسلتيشن والبارتيسيبيشن اوف ذا وركرز، عملية الاستشارات ومشاركة العاملين في الشركة في بناء وتطبيق وتطوير وتحسين النظام، لازم يتأكد ان هي بتتم بشكل جيد. بيدعم كل الوظائف والاجتماعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية عشان يتأكد ان هي بتحقق الهدف المطلوب منها. نقطة مهمة جدا زي ما قلنا، النوت اما بتتحط في الكلوز دي معناها يا جماعة ان هو بيقول لك خلي بالك في معاني لازم تفهمها. النوت دي قال لك ايه؟ زي ما انا شرحت له كلمة بيزنس لما بتبقى موجودة بيقصد بيها البيرفوس اللي هي الكور تو ذا بيرفوس اوف ذا اورجانيزيشن اكزيستنس، الشركه دي انشئت ليه؟ خلاص يبقى انا لما بتكلم على البيزنس يبقى اتكلم على الاكشوال بيزنس اللي الشركه انشئت من اجله، انتاج عصاير، انتاج اجبان، انتاج حديد، انتاج كذا. يبقى لازم الهيلث اند سيفتي مانجمنت سيستم في انشائه يبقى مندمج مع انتجريتد مع الاورجانيزيشن مانجمنت سيستم، بس يبقى سبورت التطبيق وفي نفس الوقت تحافظ على السلامه والصحه المهنيه ولا يعيق تطبيق النظام. بعد كده هنخش على النقطه الثانيه 5.2 اوكيبيشن هيلث اند سيفتي بوليسي. البوليسي هي السياسه العامه اللي بتظهر توجه الإدارة وبتعبر عن رؤية الإدارة لنظام السلامة والصحة المهنية. المواصفة طالبة شوية متطلبات للناس اللي بتفكر لسه تطبق. عندك حل من الاتنين، يا إما تاخد الريكويرمنتس اللي أنا هقولها دي وتعمل لها بارافريزنج في باراجراف واحد، ودي السياسة، ودي معناه إن أنت بتغطي المينيمم ريكويرمنت. وفي شركات هي عندها البوليسي بتاعتها بتحط الستيتمنت بتاعتها including الكلام ده، الكلام ده يبقى موجود بإضافة إن هي بتحط حاجات تانية أخرى جوه إيه السياسة. أول حاجة في البوليسي لازم تتضمن التزام الإدارة إن هي توفر بيئة العمل الآمنة اللي هي تمنع الإصابات وتمنع التأثير على الحالة الصحية بالسلب على العاملين جوه الشركة. الحاجة التانية إن هي البوليسي بتبقى فريم ورك للكوبيشن اند سيفتي اوبجيكتيفز، يعني الاوبجيكتيفز لازم تبقى مرجعيتها بتبقى البوليسي. يبقى البوليسي بتقدم فريم ورك إطار عام من خلاله كلنا بنشتغل جوه المؤسسة وبنحط الاوبجيكتيفز اللي هتحقق الأهداف بتاعة الشركة تتماشى مع زي ما قلنا بند 5
واحد بيتماشى مع الاستراتيجيك دايركشنز بتاعت الشركه. الحاجه الثالثه ان هي كوميتد ان هي تميت الفولفيل الليجال ريكويرمنتس والاذر ريكويرمنتس. الليجال ريكويرمنتس هي التشريعات والقوانين الخاصه بقانون العمل وقانون العاملين جوه المؤسسه، والاذر ريكويرمنتس اللي هي الريكويرمنتس سواء الاورجانيزيشن ريكويرمنت طلبات الشركه او الانترستد بارتيز انكلودنج الوركرز اللي هي متطلبات الاطراف ذات الصله جوه المؤسسه. الحاجة الرابعة إن هي كوميتد الالتزام إن هي بتشيل الهازارز وبتقلل occupational health and safety risk. يبقى eliminate الهازارز خالص، أي الأخطار اللي موجودة في مكان العمل هي بتشيلها خالص، وبتقلل المخاطر المحتملة بالسلامة والصحة المهنية، بفيها التزام بالتحسين المستمر لنظام السلامة والصحة المهنية، والتزام بان هي هتشارك العاملين وهتستشيرهم في وضع النظام، وطبعا انكلودنج الممثلين عن العاملين. لو شركه كبيره فعندها ايه وركرز ريبريزنتيف، عمال الصيانه مثلا في واحد بيمثلهم، عمال الانتاج واحد بيمثلهم، العاملين وممثلين. طبعا يبقى دي البوليسي، يبقى لازم انها تشمل كوميتمنت، كل النقط دي لازم تبقى موجوده جوه سياق السياسه السلامه والصحه المهنيه، يا اما احطها زي ما هي اعمل بارافريزنج واحطهم مع بعض كده، او بحط انا البوليسي بتاعتي بالاسلوب بتاعي، بس لازم تشمل كل الكلام ده كله. يعني لو شالت واحد من دول بتبقى حاله عدم مطابقه. طيب البوليسي دي المطلوب منها ايه بعد ما عملتها؟ ان اول حاجه تبقى افيلابل از دوكيومنتد انفورميشن، يبقى لازم تبقى موثقه جوه الشركه. حاجه تانية بي كوميونيكيتد وذين ذا اورجانيزيشن، يعني لازم تبقى كل الشركه ليها اكسسبيليتي ان هي تشوفها، بعلقها على الحيطان، بعلقها في صالات الانتاج، في المداخل، بحيث الناس تبقى يقدروا يشوفوا البوليسي بشكل اساسي. available to interested parties as appropriate، يعني ممكن احطها على الويب سايت بتاعي، فالناس تخش على الويب سايت يشوفوا ايه السياسه بتاعتي. ان هي تبقى ايه relevant and appropriate، يعني ايه بتبقى مرتبطه بالبيزنس بتاعي، ما ينفعش اخد سكوب او اخد البوليسي بتاعت المصنع ايه اللي جنبي. بعد كده هنخش على هناخد النقطة اللي بعد كده اللي هي 5.3 اللي هي organizational rules responsibilities and authorities. طبعا زي ما اتكلمنا على ال rules و responsibilities في المواصفات التانية، دايما بنقول يا جماعة لازم في balance، في توازن ما بين ال rules و responsibilities و authorities. خلاص يبقى لازم balance ما بين الاتنين، مش balance في العدد، في القيمة. يعني انا بديك مسؤوليات ومهام ومقابلها لازم اديك صلاحيات تساعدك ان انت تؤدي مهامك بشكل جيد. يبقى الاداره العليا لازم تتاكد ان الريسبونسابيلتيز والاثوريتيز لكل دور في نظام السلامه والصحه المهنيه محدد و كوميونيكيتد، يعني الشخص عارف دوره ومسؤولياته ومحطوط اذا دوكيومنتد انفورميشن، يتحط بقى في اي شكل من الاشكال المواصفة محددتش، بس لازم اشوفه. يبقى كل واحد جوه منظومة السلامة والصحة المهنية لازم دوره الرولز بتاعته ومسؤولياته وصلاحياته واضحة حسب حجم دوره جوه نظام السلامة والصحة المهنية، ولازم يبقى documented information. تتحط بقى في اي حاجة، في job description، تتحط في procedures، تتحط في اي حتة، في manuals، whatever انت هتحطها فين، مش هي مشكلتي، مشكلة ان انا الاقيها خلاص. فلازم تبقى موجودة وموثقة. العاملين عند في كل المستويات من اول الادارة العليا السي او لغاية اصغر عامل اخر طبقة جوه العامل بقى اللي بيشيل وبيحط وبيتحرك والكلام ده كله، لازم يبقى عارف مسؤولياته لي ودوره في المحافظة على نظام السلامة والصحة المهنية ومنع أي مشاكل ممكن تحصل. خلاص طبعا رغم إن المسؤوليات والصلاحيات محطوطة في كل الوظائف، ولكن تظل الإدارة العليا
هي اكاونتبل، هي مساءله لاي تجاوزات بتحصل، هي على راس القائمه خلاص. فالاكاونتبيليتي ما يحصلهاش ديليجيشن، ما يحصلهاش تفويض خلاص. فتظل الاداره العليا هي اكاونتبل، هي مسؤوله عن النظام. في الاخر توب مانجمنت اساين ريسبونسابيلتي اوثورتي لشخص ما عشان يتاكد ان الاوكيوبيشن سيفتي مانجمنت سيستم، نظام السلامه والصحه المهنيه، بيتطبق بشكل جيد، وان ان هو يديله تقرير على مدى تطابق النظام ومستوى الاداء بتاع التطبيق جوه الشركه. طبعا المواصفه الجديده شالت كلمه ممثل اداره او مانجمنت ريبريزنتيف، وقالت ان حد يبقى مسؤول عن الوظيفتين دول، نسميه زي ما نسميه. طب واحد يقول لي طب ممكن اسميه مانجمنت ريبريزنتيف؟ اه ممكن تسميه مواصفه، ما قلتلكش ما تسميهوش، بس المواصفه شالته اصلا، فسابت لك المساحه مفتوحه، يا تسميه براحتك ما حدش هيقول لك لا، او ما تسميهوش وتحط التاسك ده على الاتش اس سي مانجر مثلا او الكي اتش اس سي مانجر او اي شخص جوه المساله. بس لازم التو تاسكس دول، المهمتين دول، لازم يبقى حد اسايند عليهم جوه المنظومه. اخر نقطه اللي هي 5/4 الكونسلتيشن والبارتيسيبيشن اوف وركرز. هنا خلي بالكم بقى ايه العباره دي، مهمه نركز بقى فيها مع بعض، عشان دي من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. ده اورجانيزيشن شير، قلنا شير هنا يعني مصر خلاص، استابليش انشاء امبلمنت تطبيق منتين محافظه بروسيسز خلاص. يبقى انت تنشئ عمليه انشاء وتطبيق والمحافظه على عمليه، العمليه دي دورها ايه؟ for consultation and participation of workers at all applicable levels and functions خلاص. يبقى البروسيس دي خاصه بايه؟ الاستشارات ومشاركه العاملين على كل المستويات جوه الشركه. في ايه بقى؟ في in development، في تطوير، planning تخطيط، implementation تطبيق، and performance evaluation تقييم الأداء، and actions إن هي فعل for improvement of the occupational health and safety. شوف باراجراف ده دسم جدا، عشان تفكر بس ازاي تطبقه محتاج تعمل عليه ورشة عمل خلاص. تاني يبقى لازم تنشئ process عندك خاصة بالconsultation والparticipation خلاص، يبقى عندك بروسيس الاستشارات والمشاركه خلاص. البروسيس دي هتنشئها وهتطبقها وهتحافظ على مستوى تطبيقها بشكل منتظم. البروسيس دي خاصه بالكونسلتنت بس العاملين على كل المستشفى الشركه. الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان تشاركهم وتستشيروا في الديفلوبمنت، في التطوير، في التخطيط، في التطبيق، في تقييم الأداء، في الأفعال أو الأكشنز اللي أنت هتاخدها عشان تحسن النظام خلاص. طيب يبقى الأورجانيزيشن محتاجها إيه؟ محتاجة توفر الميكانيزم، الآليات لهذا، هنعمله إزاي خلاص. يبقى إيه شال هنا؟ ذا ماست، أنا هسألك على الآليات مع التايم، الوقت لازم، مينفعش الناس كلها تبقى مشغولة، تريننج لازم توفر، تدريب، ريسورسز، موارد، عشان تحقق البارتيسيبيشن والكونسلتيشن. يبقى عشان تحقق المشاركه والاستشارات يبقى لازم تقول لي الاليه بتاعتها ايه، هتعمل اجتماعات، تعمل ورش عمل، هتعمل مش عارف اجتماعات الصبح، اجتماعات اسبوعيه. يبقى لازم الميكانيزم يبقى واضح خلاص. الوقت لازم توفر الوقت المناسب، توفر التدريب عشان تأهل الناس دي، وتوفر الموارد اللي تساعدهم على تحقيق الكونسلتيشن والبارتيسيبيشن بشكل كويس. الحاجه الثانيه ان انت بروفايد تايملي اكسس تو كلير اند انستاندينج ريليفنت انفورميشن اباوت اوكيبيشن سنسيتي، بمعنى النظام ده لازم يبقى متوفر للجميع، تحطه بقى على شير فولدر، تحطه في تطبعه وتوزعه في اماكن كل الادارات باي طريقه ما. ولكن اي واحد عاوز يعرف معلومه على السلامه والصحه المهنيه لازم في اكسسبيليتي، سهوله وصول لهذه المعلومه، وان انت بتحدد وبتشيل اي معوقات وحواجز تعيق عمليه المشاركه وتقلل
الناس اللي هم بيقدروش يشاركوا في البارتيسيبيشن والكونسلتيشن. خلاص، يبقى اي معوقات او حواجز بتحول دون المشاركة في الاستشارات وفي اتخاذ القرار، انت بتتدخل، انت تشيل هذا الكلام. خلاص، ان انت بتركز على ان انت تستشير النون مانجيريال وركرز. خلاص، يعني احنا قلنا كلمة وركرز تشمل من اول التوب مانجمنت لغاية اخر عامل. خلاص، منركز دايما في استشارات على المديرين، لا انا يهمني العامل اللي شغال على المكنه، هو اكتر واحد هيفيدني، هو اكتر واحد عارف مصلحته، اكتر واحد حاسس بمشاكله. خلاص، يبقى لازم بركز على مشاركه اللي يسموه البلو كولرز، اللي هم ذات اللياقات الزرقاء، او العاملين اللي هم مش مديرين. خلاص، عشان ايه؟ يحددوا احتياجاتهم وتوقعاتهم كأطراف من الـ interested parties، إن هم يقعدوا مع interested parties ويسمعوا منهم الكلام ده كله، في وضع السياسة إن هم تحديد المسؤوليات والصلاحيات على مستوى الشركة، إن هم إزاي يفولفيل الـ legal requirements، إزاي يتطابقوا مع القوانين والتشريعات، وإزاي ينشئوا الـ objectives ويعملوا الخطة لتحقيقها، وإزاي يحددوا الضوابط والتحكم اللازم، بالذات الحاجات اللي هي بتستعين بيها من بره، أو المشتريات أو الموردين أو المتعاقدين اللي بيجي يشتغلوا، وبيحددوا احتياجاتهم اللي هم محتاجينها عشان يراقبوا ويقيسوا ويقيموا نظام السلامة والصحة المهنية، وتشاركهم في التخطيط والتطبيق وإنشاء والمحافظة على نظام المراجعة الداخلية جوه الشركة، والمشاركة في عملية التحسين المستمر. بعد كده بنتكلم على إن أنت لازم تركز على أو تأكد على مشاركة النون مانجيريال وركرز في الميكانيزم اللي هم هيشتغلوا عليه، والهازارز، والتقييم بتاع الريسك والاوبورتيونتي، ازاي يحددوا الخطر او الاخطار اللي ممكن تصيبهم، وازاي يقيموا الفرص والمخاطر، وازاي بيحددوا الاكشنز، الافعال اللي المفروض يعملوها عشان يشيلوا الاخطار ويقللوا الاوكيوبيشنال سيفتي ريسك، ويحددوا الكفاءات المطلوبة والتريننج المطلوب، وتقييم هذا التريننج ان هو ليه دور فعال في رفع ادائهم، وان هم في الاخر بيقدروا يشوفوا امتى نتواصل عملية الكوميونيكيشن، وازاي نكوميونيكيت مع بقية العاملين جوه الشركة، بتساعدهم ان هم يحددوا الكنترول ميجرز، وبتشاركهم في التحقيقات او الانفستيجيشن اللي خاصة بأي مشاكل أو حالات عدم مطابقة حصل. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا السيشن الرابع اللي خاص بالسلامة والصحة المهنية. أتمنى إن تكونوا استفدتوا، ولو في أي حد سؤال يكتبوا لي في التعليقات. بند 5 من البنود الصعبة والغلسة في التطبيق بتاعها، إن هي شاملة وعامة وبتغطي جوانب كتير جوه المنظومة بتاعتي. أتمنى إن تكونوا استفدتوا، ولو ليه أي حد سؤال يكتبولي في التعليقات وهرد له عليه، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية في بند بلانينج أو التخطيط. معكم أيمن إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.